دكتور، هذا دلال للأمم المتحدة والدفع به كواجهة. الآن كل ما يصير حوار سياسي في الأروقة دائما يخلوا لك بلاس خارط بالواجهة، وهي ما شاء الله قامت تفتر تلبس الشيء لو تفتر عليهم. ليش هذا البؤس؟ وليش احنا نرهن نفسنا الى منظمة فاسدة؟ ضعف البيت السياسي العراقي واشخاصه هو الذي يخلي لدى سخارت بلاسخارت وغيرها انه هذه القوه، والا انه يعني خلينا ايضا نستعرض وقوه غيرها دكتور وقوه غيرها. خلينا نستعرض من العالم، يعني بعام 2009 بنيجيريا كانت هناك انتخابات وكان فريق من الامم المتحده. نيجيريا رفضت الوفد اللي موجود من الامم المتحده وطردته، والامم المتحده خضعت لهذا القرار لانه قرار دوله وشأن داخلي. كولومبيا بعام 2012 نفس العملية، عشر سفراء أردوغان إجا يطردهم لأنه دا ترفض سياستهم ودا ترفضهم. فبالتالي ضعف البيت السياسي العراقي بمجمله والأشخاص المتسيدين السلطة في العراق اللي يخلي لبلسخارت وغيرها أنه هذا الدور الكبير جدا. هي الآن يعني انتقلت من ممثلة وفد الأمم المتحدة في العراق إلى وصية على أداء العراق والعراقيين. يعني خلينا من أعطاها هاي الشرعية؟ الضعف اللي موجود بالساحة العراقية، ضعف السياسيين خلينا نحددها والرئاسات الثلاثة، لأنه عملية استقبالهم إلها وعملية أنه البحث عن رضاها في كل شاردة وواردة، بمعنى أنه أعطاها هذا النوع من التمادي في أنه في دورها. هي ممثلة للأمم المتحدة تراقب بعض الفقرات اللي موجودة تخص العراق والبند السادس في مع الأمم المتحدة والتعامل معها. خلينا نبدأ مع آخر تقرير لها في الإحاطة اللي كانت في 23 من هذا الشهر مع الأمم المتحدة. خلينا نبدأ هذا لأنه هذه كانت حقيقة، كان المفروض تكون هناك انتفاضة في الشارع العراقي وانتفاضة في المؤسسة اللي تدير الدولة في أدائها. أولا بدأت بأنه أخذت، هي موظفة بالأخير لدى الأمم المتحدة، صح، فتريد تحاول تبين أنه أدائها بعملها ناجح بشكل كبير جدا. الانتخابات لم يتم المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية ولم تعلن، ما زالت أولية، فبمعنى أنه المباركة بالشكل اللي أخرجته بكلمتها كان كبير جدا. هذا جانب. الجانب الثاني كانت توصي وتفرض على العراق أنه يفخر بهذا النوع من الإنجاز ويقبلها. وعلى السياسيين الابتعاد عن مسألة الاعتراض وغير الاعتراض وقبولهم، بمعنى أنه أصبحت أخذت دورها كوصية بهذا الموضوع. مع أنه لو نستعرض كلمتها كان فيها تضارب كبير جدا فيها، لأنه من جانب بدأت أنه الوضع السياسي في العراق مضطرب وهناك انعدام ثقة بين الشارع والكتل السياسية والكتل السياسية والرئاسات، فبالتالي بالمنطق عندما يكون ساحة سياسية مضطربة بشكل، بمعنى لا يمكن أن نقول أن هناك انتخابات كانت نزيهة وبنتائج ممكن تكون إيجابية، لأن الوضع السياسي لا يتيح هذا النوع من الإنجاز. أرجع إلى الفقرة الثانية اللي أقحمت نفسها بها بشكل كبير جدا، الأسرة الكويتيين 600 المفقودين بالعراق قبل 2003، بما تحدثت فيه حملت الحكومات العراقية بعد 2003 مسألة الكشف عن ملابسات هذه القضية اللي هي المفروض تكون واحدة من الجرائم اللي ارتكبها النظام السابق. إعادة صياغتها بهذا الشكل بمعنى أنه تتحمل الحكومة الحالية والحكومات القادمة وزر وقد يكون جريمة. واحد من سيناريوهات الابتزاز القوى السياسية الآن.